بلي ديالي الادمان باش بديت بالنفحه بالكاله. شويه من الكاله تعاطيت البربوقه، من البربوقه بدا كيتخدر الدماغ، ولا خاصك الطريفه، خاصك الشراب، فهمتي ولا لا؟ خاصك تزكي ولا مابقاش في بلي، ولا شي ولا في ثلاثه البليات ولا اربعه، الدم كيتخدر فهمتي ولا لا؟ راه الحوايج اللي ساترين. أول خسارة وآخر خسارة، هذه المقولة تنطبق على الإدمان على المخدرات. في الأول الشباب تلجأ لها الطريقة هذه باش يعيشوا الحياة وباش يجربوا، ولكن في الأخير تنقلب الحياة ديالهم رأسا على عقب. أنفاس بريس فتحت هذا الملف. كيفاش يمكن لنا نعرفوا أن الشخص عنده إدمان؟ أول حاجة هي أن كيف يعني كاين اللي كياخذوا الإدمان، يعني المستهلكين مرة في الويكاند ولا هذا، مع وكاين مرض إدمان اللي هو كيكون فقدان السيطرة على هذا التصرف. كيكون الشخص عارف المشكلة الإدمان شنو هو، ولكن ما كيقدرش يحبس، عارف بأنه عنده انعكاس صحي مادي اجتماعي، ولكن رغم ذلك ما كيقدرش يحبس. اللي ما كياخدش المادة المخدرة كيكون عنده أعراض جسدية ديال الإقلاع، يعني كيحس براسو مقلق، ما كينعش، معصب، كيكون هناك الرغبة أنه ياخذ المخدر. اذا كيكون كيقول لك انا غادي نحبس، ولكن واحد الوقت كيمشي كياخذ الماده المخدره. دونك هذا هو المرض ادمان، يعني من غير باش نفرقوا بين من على الاستهلاك اللي كيكون مره واللي ما تيكونش هناك مرض. يعني ملي كنا كنخرجوا مع الدريات راه معروفه، يعني من بنادم اللي تيخرج العين دياب وتيسهر وهادي وهادي، راه كنا كنجربوا، كتجرب شراب، غبره، هيروين، بزاف د الحوايج. لحمي كامل خسرت رجلي من هنا فخدي، وضربات جاتني في وجهي بسبب فاني، فهمتي ولا لا؟ بسبب مضاربات، بسبب مخدرات، جا الله يصوب. واحد النهار كنا مسافرين، وكنا حنا مجموعه ديال الدراري والشباب والشابات، يعني كنا مسافرين وكنا درنا كسيده في الطريق ديال ولاد سعيد، هذه كنا غنموتوا فيها كاملين. وبزاف د الحوايج، بزاف د المشاكل وقعوا بسبب الادمان، بزاف، يعني لدرجه ان بنادم راه ملي تيكون عنده شي بليه او كيكون معصب او مقطوع او هادي كما كنقولوا، راه يقدر يضرب ولادو وما يحش. راه كتضرب ولادك وكيتنادم معاك الحال، علاش ضربتهم؟ علاش هادي؟ علاش هادي؟ انواع الادمان مختلفه، كاين القرقوبي، كاين الحشيش، كاين الكوكايين، كاين السيليسيون، كاين المعجون، ومن خلال هذه المخدرات هذه يمكن ترتكب جرائم اللي هي شنيعه وشنيعه. هو انواع ديال المدمنين مختلفه، كل واحد وعلاش مدمن، ولكن الاغلبيه الساحقه كيكونوا مدمنين على القرقوبي. اوكي، هذا القرقوبي او بوله حمراء او ما يسمى بحبوب الهلوسه، اللي بطبيعه الحال يعني ما يزيد عن 20 سنه، والمغرب شباب المغرب كيتناولوا هذه الفضيحه هذه لدرجه انهم ولاو كيديروا جرائم قتل شنيعه. بعض الاحيان كاين الناس كيكونوا ميسورين وكيبدا مثلا بلا كوكايين، ولكن من بعد كيفقد الفلوس ديالو، كيصدق كياخذ مواد مثلا الاخرى، كيقدر ياخذ لي سولفون فولاتيل مثلا السيليسيون، كيصدق كياخذ. اذا ما يمكنناش نقولوا هذا الكارتي كياخذ هذه الماده اكثر، او هذا الكارتي كياخذ هذه الماده اكثر. طبيعة الحال المستوى المادي كيخلي انه كيقدر ياخذ ماده يعني اغلى، ولكن هذا ماشي عامل اللي كيخلينا اننا كنقولوا هذا الكارتي كياخذ هذه الماده وهذا الكارتي كياخذ هذه الماده، لان ما عندناش دراسات في هذا النطاق. بزاف على الاطباء تيقولوا بان الادويه بوحدها ما تكفيش العلاج، ولكن كاين مساله واحده هي الرغبه والاراده باش الانسان يتعالج من هذا الادمان تاع المخدرات. الحمد لله انا دابا كنتعالج من الادمان، كنجي كل يوم الثلاثاء تنشوف الطبيبه وتتهضر معايا وكنعاود ليها شنو كاين، وكيعطيونا واحد الورقه ديال انك الا كميتي شي كارو او كميتي حشيش او كميتي شي حاجه، يعني كتحسب كتحاول تنقص يوم من ورا يوم، يعني واحد الطريقه ممتازه في العلاج. والحمد لله فضل الجمعيه انا دابا ما بقات عندي حتى بليه، انا دابا عندي غير بليه الكارو. دابا حاليا مع تباش مع الجمعيه اللي معاه دابا حاليا الحمد لله غادي بخير، مع الجمعيه ديالي شباب ضد المخدرات، جمعيه الازهار لا للقرقوبي. الو بالنسبه للعلاج، كاين العلاج يعني يا اما استشفائي بالنسبه للحالات الصعبه، كاين ناس عندنا هنا في المركز الادمان، مركز طب الادمان بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، وكيكون الناس في المستشفى كاين هناك الادويه، كاين العلاج النفسي السلوكي، كاين العلاج التحفيزي،
وكاين كذلك العلاج اللي كيجي جلسات كيجي مره مره وتيمشي. هو الحمد لله من كيتوافدوا علينا هاد الشباب المدمن على المخدرات يعني المده الزمنيه ديال 5 شهور حتى 6 شهور يعني كتم عمليه العلاج صفوف هاد المدمنين على المخدرات وكيسر الله عز وجل. سول المجرب وما سولش الطبيب، هذا المثل تنطبق على مجموعة من المدمنين اللي توجهوا رسالة غير مشفرة للعديد من الشباب تيقولوا لهم أرجوكم ما تلتجئوش لهذا الطريق تاع الإدمان. الناس المدمنين يعني كنقول أنها طريق صعيبة، لا قرقوبي لا حشيش لا قارو، أي بلية صعيبة، أي بلية صعيبة، ما تتخليكش مزيان لا مع العائلة ديالك، ما كتخليك مزيان مع الوسط اللي أنت ساكن فيه، لا أصدقاء ديالك، يعني كل شيء كيحتقرك، واخا تكون عندك غير بلية القارو. كل شيء تيحتقرك. وكنوجه رساله للبنات بنات المدرسه، انا دابا كنكون دايزه غير محدا مدرسه تلقى دريات مخبيين وتيكميو الحشيش او مخبيين وكيكميو الكارو، كنقول لهم راه الكارو راه ماشي نشوه او الكارو راه شي حاجه اللي غنعتزوا بها، يعني غنبركوا في قهوه غنشدوا كارو زعما انا واعره زعما شاد كارو، بنادم تيضر غير صحته، بنادم راه تيدير الصحه ديالو، والله يعفو على كل واحد. تعلم بلينا اخويا قد ما تجنبوا راه غتمشي لهم الصحه، الصحه والجيب والصحه والمال، لا صحه لا مال، وغتخسر شي مع المجتمع ووالديك، ما يبقى ماشي حتى المهم ما غتبقاش هذيك، غتحس براسك غتدخل واحد الطريق مظلمه، خاصك تخرج منها في اقرب وقت، لا بقى شي بقى شي بقى شي غتلقى راسك صافي فاتك الحال بزاف.